سيادة المرشح العام. أنا جاهز أجي مع سعادتك. أيوة بس حضرتك مش مطلوب. إزاي؟ والله الأمر اللي معايا طالع من غير اسمي. أيوة بس أنا المسؤول عن كل دول، وأنا المسؤول عن أي أمر طلع من الجماعة حتى لو بشكل غير مباشر. إحنا عارفين بس برضو مش هنقبض عليك. على فكرة حضرة الضابط، الأفكار هي اللي بتقتل مش المسدس. الوقت وقت المسدس، وأكيد هيجي وقت الأفكار. يلا. إذا جرالي أي حاجة قول له القاضي الغضبي من بعدي. شفت اللي حصل ان قراشي باشا يا بطل؟ ربنا يستر. طب ما تيجي تشرب فنجان قهوة. علي ازيك يا علي يا ابني؟ الحمد لله. مالك كده شكلك حزين؟ يمكن عشان موضوع قراشي باشا؟ اه. طب ما تيجي تقعد معايا شوية؟ لا بلاش حاجة، انا تعبان محتاج ارتاح شوية. تعبان؟ تعبان عندك ايه يا ابني؟ طب بقول لك ايه، حافظ على صحتك كده وخلي بالك من نفسك، واوعى تخبي عن ابوك حاجه. حاجه يا حاج؟ مفيش حاجه، انا اذنك. اطلع انت. الضابط ما عندوش معلومات عن الضابط المزيف ده؟ والله يا اخويا هارون ما عدتش فاهم منه اي حاجه. معلش، اللي حصل له في فلسطين هياخد وقت. في فلسطين وفي مصر. ايه يا ابني؟ هجموا على المقر وقبضوا على كل اللي فيه. حتى الامام؟ لا، ما يقدروش يقبضوا عليه ولا هوبوا ناحيته. اشمعنى يعني؟ دي كانت الدنيا ولعت يا حاج، هم بس بيقصقصوا ريشه. انا مش فاهم ازاي دول مسلمين وهم اول ناس بيهاجموا الاسلام. المهم يا حاج دلوقتي ان محلك ده لازم يتقفل. هقفل محل اكل عيش يا ابني؟ مو هيتقفل، هيتقفل يا حاج. متفسر كلامك امال؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ابي علي رايحه فين؟ مفيش، ده واحده صاحبتي جابت لي محاضره كنت ناسيها، هنزل اخدها منها واجي على طول. على إذنك. إيه اللي مخليك منزلني على ملا وشي كده؟ طب أنت ما عرفتيش اللي حصل ولا إيه؟ عرفته طبعًا، بس إحنا إيه دخلنا ودخل الموضوع ده؟ بقول لك هجموا على المقر الرئيسي وقبضوا على كل زمايلي اللي فيه، ودلوقتي دايرين على بيوت باقي الأعضاء. يعني إيه؟ يعني احتمال جدًا أبات في القلم السياسي النهارده يا فاطمة. وأنت مالك ومال قتل النقراشي؟ ماليش يا فاطمة. هما لازم يلموا ناس كتير علشان يقبضوا على الفاعل. هو لازم يبقى منكم؟ حتى لو مش مننا هيلبسونا التهم. انت اصلك مش عارفه القلق اللي احنا مسببينه ليهم. احنا شوكه في حلق الملك والحكومه والانجليز واي حد يجي بعدهم يخالف شرع الله. متهيئ لانك مهول ومكبر الموضوع شويتين. هو كبير يا فاطمه، هو كبير. عموما انا قلت لازم اجي اشوفك قبل ما اختفي الفتره اللي جايه دي. اختفيت تروح فين؟ هروح عند اهل امي في الصعيد، مفيش مكان امن منه واستخبى فيه الفتره اللي جايه. وهتقعد كتير؟ يعني لحد ما يقبضوا على الفاعل او الدنيا تهدى شويه بس. طب انا هعرف اخبارك ازاي؟ هتصرف يا فاطمه. المهم دلوقتي انك هتوحشيني قوي. انا لازم امشي. استني بس، ليها هوحشك. طب والله العظيم ابتسامتك دي هي اللي هتصبرني لغايه ما ارجع. انا بجد لازم امشي، علي في البيت. ماشي يا ستي، خلي بالك من نفسك. خلي بالك انت من روحك. لا اله الا الله محمد رسول الله. بصرة بشكا عادة مجنونة. لا انت يا بت، ايه اللي كان منزلك متلهوجة كده؟ كان وراك الديوان؟ هو ابي علي في اوضته. ايوه يا اختي في اوضته.
تقابلت صاحبتك؟ اه. امال فين الكتاب اللي كانت جايبه لك؟ ما هي طلعت غبيه وجابت لي كتاب تاني خالص. انت حسن خليل؟ انا ابويا حضره الضابط. في حاجه؟ كلمتين في الاسم وهيرجع على طول. اه كلمتين من بتوع 3 4 شهور دول عارفهم يا حضره. انا بنفذ اوامر. اوامر ايه وبتاع ايه؟ اكيد متورط مع اللي قتلوا الباشا. هو طول عمره كشري بس كان هو ولا ابوه حسن مطلوب. حرام عليكم، ما تظلموش حد من غير دليل. انا ماليش اي يد في وانت هتفضلي طول عمرك عبيطه كده. حسن ساعتها كان معانا وما سابش الحاره طول اليوم، واحنا نشهد بكده يا جماعه؟ ممكن تشهدوا بكده في التحقيق، انما الكلام هنا ملوش اي فايده. حسن بريء يا حضره الضابط. يا جماعه انا بأدي عملي. حضره الضابط مساء الخير. اهلا وسهلا. علي ابراهيم حسين ضابط انا مؤاخذه، ممكن افهم الحكايه؟ عم خليل، حسن لازم يروح مع حضرة الضابط. ما دام تقول ما عملش حاجة يبقى مفيش خوف إن شاء الله. ياخدوني مكانه يا سعالي، ياخدوني مكانه. ما ينفعش يا عم خليل، ما ينفعش، ده قانون ولازم يتنفذ. حسن اركب الوكس. ما تخافش يا حسن، كلنا معاك يا ابني. لا حول ولا قوة. هجيب لك أكبر محامي، ما تخافش. مع السلامة يا حاج. الله يخرب بيت النقراشي وبيت اليوم اللي ماسك فيه الحكومة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ابني بريء يا حارة. سي علي، سي علي. خير يا ابتهالي؟ خير. انا بس كنت عايزه اقول انك وحشتني قوي، وان الحارة من غيرك ما كانش ليها لا طعم ولا لون، وربنا يعلم قد ايه كان خوفي وقلقي عليك. انا بشكرك على مشاعرك دي بجد. انا عارفه انك حاسس بيا من صغرنا، اكيد حاسس، بس لولا وجودك. ليلى مش كده؟ وهي راحت لحال سبيلها، يعني اللي كانت واقفه ما بيني وما بينك خلاص. وانا مهما وصفت لك. اسمعيني يا بتاعي، انت انسانه جميله وطيبه و أحسن مني بكتير يتمناكي، بس ليلى ملهاش دخل في شعوري إنك زي أختي بالظبط.